مساء الانوار على حضراتكم، ويا رب ان شاء الله تكونوا حلوين كده وبخير والدنيا زي الفل ان شاء الله. يعني وبطمنون عليكم كده من وقت للتاني في اي كومنتات على البوستات بتاعتنا على الصفحه بتاعت شيف وحيد كمال او برنامج الفطاطري. اكتبوا لنا كده كومنتاتكم وحاجاتكم الجميله عشان نطمن عليكم. قولوا لنا اخبار المدرسه ايه معاكم، والدنيا اخبارها ايه في اللانش بوكس وكل الحاجات الحلوه دي. انا عارف طبعا اللانش بوكس ده بيحير الناس، بيقعدوا كده يلفوا حوالين نفسهم يا عيني في موضوع اللانش بوكس. مش كلنا، مش انتوا بس ولا ايه؟ كلنا كده ولا ايه ابراهيم؟ حتى ابراهيم يعني بيلاقوا. انت محمود ولا ما عندكش لسه لانش بوكس؟ لسه صح؟ لسه محمود ما عندوش عيال في المدرسه. عندك لانش بوكس اتنين؟ طيب يلا ده حتى الحضانه صح، ده اللي في الحضانه حتى بياخد معاه لانش بوكس. ده نفس الموضوع، فكرت المدارس بس. طيب عامة كل سنة وانتم طيبين والمدارس تبقى سعيدة على الكل ان شاء الله. طيب هنعمل مع بعضنا النهاردة حاجتين حلوين و مفهومش شغل كتير، لكن هم الفكرة كلها اللي فيهم بس ان هم ايه، فيهم حاجات كده من ايام من الايام الحلوة بتاعتنا اللي احنا بنحبها، زي الحاجات الشرقية بقى. فاحنا هنعمل مع بعضنا النهاردة البسيمة، تعالوا نشوف هنعملها ازاي والمقادير بتاعتها ونبدا نشتغل فيها. شغلها سهل وبسيط قوي قوي فوق ما تتخيلوا. فيلا بينا نعملها مع بعض على السريع. 200 جرام جوز هند اللي هو الخشن او بيتقال عليه اللي هو الضفر ده، ممكن تقللوا الكميه لو انتوا حبيتوا، ما فيش مشكله خالص، خلوها 150 جرام، يعني 200 او 150 جرام زي الفل. و200 جرام جوز هند ناعم، 50 جرام سميد، ربع كيلو دقيق وربع كيلو سكر تقريبا اللي هي كوبايه سكر يعني بمعنى اصح، و50 جرام عسل جلوكوز و100 جرام سمنه سايحه و150 ملي حليب، او يعني تقدروا تقولوا كوبايه لربع حليب. تقدروا تعملوا نص الكميه دي لو حبيتوا، يعني عايزين تعملوا نص الكميه دي ما يجراش اي حاجه خالص، الموضوع برضو في ايديكم. تعالوا نقول مره كمان المقادير: 200 جرام جوز هند ضفر، و200 جرام جوز هند زيه ناعم، وعندنا 50 جرام سميد، وربع كيلو دقيق او اللي هو تقريبا كوبايه او كوبايتين الا كوبايتين الا حاجه بسيطه قوي يعني، وربع كيلو سكر اللي هي كوبايه سكر، 50 جرام عسل جلوكوز، 100 جرام سمنه سايحه، وكمان 150 ملي حليب. الطريقه بتاعتها عايز اقول لكم انها اسهل ما يمكن. تعالوا نشوف مع بعض هنعملها ازاي. هبعد دول شوية بس بعيد عشان اعرف اشتغل. اول حاجة هاخدها احط كل المقادير اللي هي زي دي هنا على بعض، سهلة جدا جدا وما فيهاش اي تعب اطلاقا، بالعكس اسهل مما تتخيلوا. ما اعتقدش ان في اسهل من كده يعني، صح؟ وممكن نحتاج حبة بندق طبعا للوش علشان نشتغل بيهم تبقى الدنيا زي الفل. تمام، عسل الجلوكوز اللي معايا مع اللبن انا هرفعهم بس على النار ثواني، ياخدوا معانا بس ايه، ياخدوا معانا يدفوا دفى خفيف لغايه ما بس الموضوع يتفك معايا بس ال البتاع ده الجلوكوز. خلاص كده تمام. طيب واحنا بنعمل الكلام ده انا عايز بس اقول لكم على حاجه مهمه علشان ناخد بالنا منها واحنا بنشتغل في البسيمه. البسيمة من ضمن الحاجات اللي بتحتاج حاجة تربطها، فاحنا زي ما انتم شايفين كده انا بضيف شوية عسل الجلوكوز دول عشان يربطوا لي البسيمة بتاعتنا. خلاص الكلام. والبسيمة في برضو منها مدارس كتير قوي، يعني في اكتر من حد بيعملها باكتر من طريقة، وناس كتيرة جدا بتعملها بطرق مختلفة كتيرة جدا جدا عشان تبقوا عارفين. خلاص كده. وليها برضو مقدار مختلف، مقادير مختلفة عند كل الناس، يعني في ناس كتير جدا بتعملها بمقدار كمان مختلف عن كده،
فهي مدارس مختلفة عشان بس تبقوا حضراتكم برضو عارفين. انا بس كل اللي انا عايزه دلوقتي ادفي اللبن دفى خفيف خالص بحيث ان الجلوكوز بس يبدأ يفك معايا. هاخد هنا جلوفز البسه كده عشان ابدأ اشغل بيه عشان بس ايه الدنيا تتظبط معايا. وبرضو هنحتاج ان احنا نكون بندهن الصينية بتاعتنا او الصاج، وزي ما قلت لحضراتكم تقدروا جدا جدا تاخدوا نص الكمية دي مفيش اي مشكلة اطلاقا. عند صاج اهو، وممكن نجيب فرشة وهاخد حبة حتى من السمنة اللي موجودة عندي دي مش مشكلة خالص. ارجع بس هنا عشان مش عاوز اللبن يسخن بزيادة، انا عايز بس يدوب افك عسل الجلوكوز علشان يتجانس معايا بس بسرعة مع الحاجات. عسل الجلوكوز ده بيمسك حتة البسيمة بعد ما بتخلص بتلاقيها ماسكة نفسها، ودي من ضمن الحاجات المهمة في الموضوع. انا كده خلصت خلاص، كل اللي انا عايزه بس يعني يبدأ يفك معايا عسل الجلوكوز في اللبن والموضوع انتهى. اقدر كمان اعمل فكرة تاني بسيطة ان انا اضيف عليه المادة الدهنية بتاعتنا وكله ينزل مع بعضيه ما يجراش اي حاجة خالص. في الطاسة اهو هطفي بس البوتاجاز. تمام، انا حطيت بس المادة الدهنية اللي معايا عشان بس ابرد بيها اللبن، مش عايزه يبقى سخن، عايزه يدوب بس يبقى ماله مفكوك فيه عسل الجلوكوز والموضوع انتهى. طيب هاخد الحاجات دي اقلبها مع بعضها تقليبة كويسة بالشكل ده. طبعا دي لا محتاجة فانيليا ولا محتاجة اي حاجة خالص، دي هتشتغل معانا زي ما هي كده والموضوع انتهى. اجهز الصاج بتاعي، دهان سمنه كده خفيف، هي كده كده فيها السمنه بتاعتها فهتتظبط معانا ما تقلقوش. ندهن الدهان بتاعنا الحلو ده اهو، وبعدها على طول هاخد معانا الحاجات اللي هنا كلها وانزل بيها على الخليط بتاع البسيمه، ونبدا نقلب كل القصه دي مع بعضها اهي. تمام الكلام، وهاخدها على الصاج بتاعنا ونبدأ نساوي العجينة بتاعتنا او الخليط بتاعنا في الصاج بحيث ان احنا نعمل ايه نظبطه بطريقة صح، وبعد كده ندخله على التسوية على طول. اجيب بس الصاج ده هنا قريب عشان اعرف اشتغل، وهساوي كل الاطراف بتاعتي او الحاجات بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. خلاص السمك بتاعها بيكون تقريبا يعني حاجة أدخن شوية من البسبوسة، يعني ما تكونش تخينة قوي ولا رفيعة قوي. خلاص يا جماعة أهي تدخل بعد كده معانا، أنا مش هحط لها هنا خالص أي حاجة من المكسرات، لأن لو اتحط منها مكسرات دلوقتي ببساطة قوي المكسرات هتطلع معانا من الفرن مالها هتطلع محروقة، فالمكسرات دايما بتضاف في الآخر خالص. تطلع من الفرن وبعد ما تطلع من الفرن مباشرة تتسقي بشربات تقيل بارد. خلاص كده شربات تقيل ايه بارد، وادي البسيمة بتاعتنا خلصت. تدخل معايا فرن درجة حرارته 180، تقعد لها في حدود تلت ساعة او 25 دقيقة بالكتير مش اكتر من كده. خلاويص دي البسيمة بتاعتنا، ادوني ثواني نلملم الحاجات اللي معانا دي هنا على السريع وارجع لكم على طول نعمل الصنف الحلو التاني بتاعنا. صنف حلو جدا هيعجبكم، فخليكم معايا علشان نشوفه مع بعضينا. ثواني وارجع لكم. رجعت لكم مرة اخرى وتعالوا نشوف مع بعضينا نسختنا التانية عبارة عن ايه. هنعمل النهاردة حاجة هي بورق الجلاش، سهلة وجميلة وبسيطة وكمان ظريفة جدا وشكلها مختلف شوية ومش هتتعبنا في الشغل عشان تبقوا عارفين يعني. طيب ايه الوصفة بتاعتنا؟ هنعمل حاجة من الجلاش بشكل كرواسون، هياخد التشغيلة بتاعت الكرواسون شوية، مش تشغيلة العجين والطبنيط والحاجات دي كلها، لكن هياخد اللفة بتاعت الكرواسون شكلها يعني. وكمان الخامات اللي احنا هنستخدمها
مش كتير قوي. يعني انا هحتاج مثلا لفه جلاش، تمام، هحتاج حبه زبده او سمنه سايحين، وهحتاج حبه من الكاسترد عشان احشي بيهم الجلاش بتاعي، وممكن شوكولاته اللي هي قابله للدهن او اي نوع شوكولاته عندكم شغال عشان نعمل بيها بس زي كده من فوق بعد ما نطلع الجلاش بتاعنا من الفرن، او ممكن لو حبيتوا انكم تحشوا بيها بعد ما يطلع من الفرن برضو ينفع، مفيش مشكله خالص. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. هي سهله وظريفه وبسيطه جدا جدا. انا هعملها على الرخامه هنا على طول، يعني مش هحتاج ان انا كمان لا بلانشه ولا مش بلانشه، على رخامه المطبخ شغال مش هيجري حاجه. في الاول بس اجهز عندي الصاج ده، ونجيب فرشه ندهن الصاج بتاعنا دهنه خفيفه خالص، مش عايزين اكتر من كده، دهان خفيف بسيط، تمام اهو. الواحد يدندن كده هو بيشتغل. ماشي يا جماعه، هاخد ورق الجلاش كده بس بالراحه عشان بس ايه ما يتبهدلش مننا. خلاص، وناخد مثلا ما بين كل كام ورقه وكام ورقه هاخد دهنه سمنه خفيفه خالص، تمام الكلام، يعني ناخد سمنه كده خفيف قوي اهي، ثلاث اربع ورقات وثلاث اربع ورقات ودهنه وهكذا، تنقيطه كده خفيفه. دي زادت مني شويه معلش. خلاص، ونيجي واخدين كام ورقه تاني من هنا اهي، ونحطهم بالشكل ده. هعمل مثلا بتاع ست سبع ورقات تمن ورقات مع بعض، ما يجراش اي حاجه خالص. خلاويص هي سهله جدا ومش صعبه، بالعكس حلوه، وكمان حاجه كده من الحاجات السهله والسريعه ان احنا نعملها، وشكل كمان هيبقى مختلف. هاخد ورقتين تاني كمان اهم، ادي ورقه وادي كمان ورقه، او ورقتين تاني ما يجراش حاجه. خلاويص، ونديها حبه تاني من هنا. لو الجلاش حصل انه مثلا وانتم شغالين والجلاش حسيتوا ان هو نشف منكم شويه وانتم شغالين الهواء نشفه ولا حاجه، تقدروا يبقى معاكم بخاخه ميه، دي بتفرق كتير جدا معانا، بخاخه ميه كده سريعه لو انتم حسيتوا ان هو اتشقق ولا حاجه وانتم بتلفوه، بخاخه ميه كده خفيفه هيطلع معاكم حلو قوي. اجيب السكينه دي وابدا بعد كده اعمل ايه؟ اديله الشكل بتاع الكروسون. انا هعمل بس كام واحده معاكم مش اكتر من كده، وبعد كده ايه نشوف هنكمل حلقتنا في ايه بالظبط. هشيل بس الطرف ده عشان انا عايز اعمل الشكل يكون مثلث. خلاص، ادي اول مثلث اهو، وادي التاني، شايفين بنعملها ازاي اهي، ببساطة قوي، يعني هي مش صعبة بالعكس، وكمان مختلفة شوية. ناخد دي مثلث تاني صغير اهو مش مشكلة، وكله هيبقى زي الفل. طيب، اخد هنا عندي كيس الكاسترد بتاعي، وممكن نيجي فاتحينه فتحة كده خفيفة، ونبدأ ان احنا نعمل ايه، ندي الحشو بتاعنا. حشو بسيط بسيط خالص اهو، ما تحشوش كتير علشان بس ما يتبهدلش مننا او يطلع مني اثناء ما انا بسوي اهو. حشو كده خفيفه مش مشكله خالص. خلاص، هاخد واحده واحده وهديها لفه بالشكل ده اهو. كاني بعملها زي الكروسول اهي، قدام محمود هيجيبها لكم اهي بالتفاصيل بتاعتها. هاخد دي كمان ونلفها برضو زيها اهي، سهلة جدا وبسيطة، وكمان فكرتها مختلفة شوية، يعني هي في الشكل بتختلف سيكا، بدل ما احنا نعمل ايه نقدم على طول الجلاش بتاعنا بنفس الطريقة المعتادة يعني. خلاص كده، السمنة خفيفة زي ما احنا قلنا في النص علشان بس ايه ما تبقاش تقيلة
او الدسم اللي فيها زياده. اهو الف اخر واحده وكده انا تقريبا خلصت الفكره اللي احنا بنعملها. زي ما قلت لكم تقدروا تحشوها اللي انتوا عايزينه، ممكن كمان تعملوها مالحه لو حبيتوا تعملوها مالحه، ما يجراش اي حاجه خالص، ينفع برضه تعمل مالحه مش هيجرى لها اي حاجه، بالعكس هتطلع كمان كويسه وتبقى فكره ظريفه ومش وحشه. هحطها هنا في الصاج واجيب هنا عندي السمنه السايحه بتاعتي واديها ايه تنقيطه كده خفيفه من فوق مش كتير اهو، وبعد كده ادخلها الفرن معانا على طول. الفرن بتاعنا تكون درجه حرارته في حدود 200 مثلا، خلي بالكم الاطراف دي يفضل جدا تكون من تحت علشان ايه ما تتبهدلش مننا. درجه حراره 200 هتاخد معانا في حدود بالكتير قوي 12 13 دقيقه، مش هتكمل معانا اكتر من كده خالص. ماشي يا جماعه، يلا بينا ندخلها على الفرن. ماشي، وهستاذنكم تدوني ثواني بالظبط نلملم الدنيا بتاعتنا واجيب لكم الجلاش اللي احنا عاملينه وكمان البسيمه اللي احنا عملناها ونقدمهم لحضراتكم. ادوني ثواني وارجع لكم. اوكي يا جماعه، دي البسيمه بتاعتنا. طبعا زي ما قلت لكم انه البسيمه ينفع تتعمل زي ما انتم عايزين، سواء اذا كانت في حاجه مدوره او مربعه مستطيله زي ما تحبوا، بس السمك بتاعها زي ما قلت لكم تقريبا شبه البسبوسه شويه، او ادخل نسيكه من البسبوسه. حبه بندق زي دول اهم، البسيمه معروف انها بتبقى مليانه مكسرات. خلاص، ونجيب عندنا هنا بالمقطع ده ممكن نيجي ضاغطين عليها كده ضغطه حلوه، وبعد كده نبدا نعمل فيها ايه، نديها تقطيعه حلوه زي كده ونشوف اخبار البسيمه بتاعتنا عامله ايه. مبدئيا هي متماسكه وده من ضمن الحاجات المهمه في البسيمه. لما تلاقوها متماسكه بالشكل ده والسكينه بتقطع فيها يعني بتنزل فيها بالعافيه شويه كده او بصعوبه، اعرفوا انه البسيمه كده طالعه تمام معاكم وزي الفل. اهو كمل تقطيع. وادي كمان اخر حته. طلع قطع بالسكينه عشان السكينه مربعه. وادي البسيمه بتاعتنا اهي. دي هتفرولها لنا بس كده زي الفل. تمام. طيب الكروسون جلاش اللي احنا عملناه ده برضو مش هنسيبه كده في حاله، هنجيب حبه من الشوكولاته اللي هي قابله للدهن دي او قابله للفرد. انا طبعا هحطها في حاجه سخنه في شويه ميه سخنين عشان تفضل كويسه معانا في كيس كده حلواني حلو. وقطعناه بالسكينه، وهاجي هنا برضو ونديها حاجه لفه اسطوانيه زي دي كده. شكرا. طيب كده احنا خلصنا الحلقه بتاعتنا، البسيمه الجميله وفكره الجلاش بتاع اللي هو الكروسون، ففكرتين حلوين كده كويسين النهارده مع بعض. البسيمه طعمها او شكلها حلو قوي، انا ممكن اخد حته كده منها من الطرف نشوف اخبار الدنيا فيها ايه وندوق. وها ابراهيم هيدوق بعد ما يخلص برضه. حلوه جدا. نسيت اقول لكم على حاجه مهمه قوي في البسيمه. البسيمه
هي روحها جوز الهند، وجوز الهند من ضمن الحاجات اللي هي بتبقى مسامها متفتحه بسهوله او بزياده قوي، فلازم تشتري جوز الهند من عند عطار نظيف او عطار موثوق فيه علشان ما يبقاش كارف او لقط حاجات كتيره من الروائح الموجوده في العطار، ودي هتعمل لكم مشكله كبيره قوي لما تيجي تعملوا البسيمه وتيجي تاكلوها، هتحسوا ان انتوا بتاكلوا حاجات فيها توابل، فخدوا بالكم من النقطه دي. اشكركم جدا، استمتعت النهارده معاكم، اتمنى تكونوا اتبسطتوا انتوا كمان من الحلقه واستفدتوا منها على قد ما انتوا عايزين. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج الفطاطري. باي باي. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.